اللحظات السعيدة بالعمر. أنا درويش اللي كل عمره راح وهو نفسه حياته تمشي صح. أمه كان نفسه عيني ولد في البلاد ولد في المخيم. أبوه كان نفسه يشتغل بمحله بسوق اسكندر عوض بيافا. اشتغل مصور في معسكر الشاطئ. كان نفسه أولاده يكبروا ويتجوزوا ويتعلموا. كبروا بس ما تجوزوا ولا تعلموا ولا ضلوا معي. أنا درويش يا عالم اللي النكبة أجت على كتفي هددتني مزعتني شتتتني. هذا بيتنا، هذا بيتنا، بس كان في فقر وقتها، بس كان في حب كبير، وكان في رضا كبير، وكان في خير كثير. أنا إلي سنين ما جيت الشام، أوف سمعت زي ما بسمع ضحكاتي زي امبارح، بسمع دموعي، بسمع صراخي، بسمع صوت ابوي وامي الله يرحمه. واحنا صغار كنا زيكم، كنت انا وابوك وعمك كمال وعمامك، كنا هنا وستك، وستك بعرفهم انا، كنا دائما نلعب بالشارع هذا فتح ليمون، وكنا نلعب راد وقرا، وكنا نطلع من هنا نروح على البحر دائما. بقينا احنا قاعدين على البحر، انتوا زينا بتروحوا على البحر دائما؟ دائما كنا كل يوم نروح على البحر ونسبح في البحر. بس زمان كان عندنا سينمات، كنا دائما في السينما، كنا دائما نروح على السينما. كانت السينما تكون ملاي الناس، كنت أحب أشوف الناس وهم بزقفوا للبطل. من يومها صرت أحلم أكون بطل والناس تزقف. بس الظاهر غزة كلها أبطال. انولدت وعيت على الدنيا، لقيت حالي على شط البحر هانا بالزبط. هذا الشط زمان كان أبعد من هيك، كنا نيجي وإحنا صغار نجري على التبة هادي، وإحنا بنجري نقلع وعينا، نصل المية عريانين، نغطس في البحر ننسى هموم الدنيا. كنا نجيب كورة ساعات ونلقفها لبعض. أهم لعبة عندنا كانت نجيب عجل شحن ونلعب جمباز، وصير أولاد الحارة الشاطر اللي يقدر يلف أكتر أو يلف لفتين ولف العكسية. كنا بنطير طباق على شط البحر، كان في ناس أكثر دائما على الشط، والشط مساحته كانت أكبر. الحياة في البحر ومع البحر اللي عشتها يمكن لو بدي ضل نحكي عنها يومين بتخلصش، لأنه مليئة بالتفاصيل، سواء على الشط أو جوا المية لما كنت ألبس الدربية واغطس وتصائد سمك. فهذه تجربة لا تنتهي من الذكريات. طبعا تأثير البحر في حياتي خلاني أعمل أكثر من مسرحية إلها علاقة في البحر، ومشاهد عن علاقتي في البحر زي مسرحية بحر حبيبة. كل الأحداث كتبت النص وأخرجته بتدور على البحر. في مسرحية غزة على التكة برضو كان عندي الديكور الخلفية البحر والأرضية رمل البحر، والأحداث كلها عملتها ما بين ممثل ومخرج على البحر. كنت أعشق السينما، كان أجمل أوقات حياتي في هذيك الفترة، في فترة الطفولة والشباب بالسينما. كان ولا عندي بالسينما وبسحرها وبعلمها. أبوي كان شيخ واسمه الشيخ، وأنا عمري 13 سنة خشيت عليه على البيت بعود. لما بتحكي له يا شيخ علي جاي بعود، قال له سيبك منه، وصرت أعزف على العود وأغني. يا مباركات يا مباركات يا مباركات يا مباركات.
صرت في الثانوية في مدرسة الكرمل، بقيت أشطر ولد في المدرسة في الرسم. صرت أرسم الجداريات اللي في المدرسة، إيد وقبال إيد، كتاب. بعدين قلت لأستاذ اللغة العربية بدي أعمل فرقة مسرح، قال لي احكي للناظر. رحت على الناظر قلت له بدي أعمل مسرح، قال لي روح روح. قلت له أرد أعمل مسرح، قال لي يا شيخ امشي روح، أنت بتفكر المسرح لعبة. المهم استاذ الرسم واستاذ اللغه العربيه حكوا له انه هذا موهوب، خليه يعمل مسرح. فعملت مسرح، كونت فرقه مسرح في مدرسه الكرمل. واول مسرحيه بتذكر عملتها كانت مسرحيه الى اين ايتها الشجره. لما رحت على مصر عرفت انه القصه كبيره، وانه هذا الفن شيء كبير وشيء راقي ومش مزحه. فرحت على المعهد العالي للفنون المسرحية واشتريت كل كتب المسرح اللي بدرسوها من سنة أولى لرابعة وأهم المسرحيات العالمية. روحت من مصر بشنطة كتب وقعدت أقرأ في كتب المسرح بالتوازي مع دراستي وقتها مع مسرح عشتار، وظلتني سنة أتدرب مع مسرح عشتار بإشراف المخرج بيتر برشلر ويان ويلمز وسامح حجازي وإيمان عون وإدوارد معلم. بعد سنة عشتار نتيجة الأحداث السياسية تراجعت، واللي كمل التدريب أيام المسرح. ظلتني مع أيام المسرح 5 سنين، أخذت دبلوم مسرح واشتغلت 5 مسرحيات، وقدمت حوالي 500 عرض في كافة مناطق غزة وفي المدارس. واخر عرض عملته مع ايام المسرح مسرحيه منطقه الطير اللي اخرجها المخرج الكبير الراحل فرانسوا ابو سالم، وعرضناها في عمان وعرضناها في غزه. بعد هيك كونت فرقه البيادر المسرحيه، فرقه خاصه بينا انا ومجموعه من الفنانين، وقدمت اولى اعمال المسرحيه مسرحيه المهرج تاليف محمد المغوط واخراجي. قدمت على مسرح الشوة 15 عرض، وكانت مسرحية كثير يعني على حسب آراء النقاد وما كتب عنها في حينه، نقلة في المسرح الفلسطيني. من أهم التجارب المسرحية اللي خضتها مسرحية المصور، لأنه هي كانت مونودراما تأليف الدكتور عاطف أبو سيف وإخراج الدكتور حسين الأسمر. كان لي فترة منقطع عن التمثيل، يعني حوالي 5 سنين بخرج وبدرب وبكتب مسرح وبعد مسرح. وكان صار عندي جيلين من الممثلين طلبة يتخرجوا وكان نفسهم يشوفوا أستاذهم بيمثل. فلما اشتغلت في المصور كان تحدي كبير عندي، فكتير لعبت رياضة كتير ونزلت وزني كتير، كان في شغل على النص وتفاصيل النص كتير. كنت أنا والدكتور عاطف يعني نقعد هنا، نقعد في المسحال، نقعد على الكروان، نقعد في الليل نحكي ساعات على الجوال. طول الوقت كان في عنده وعندي وعند الدكتور حسين الأسمر قلق في العرض. يوم العرض كان بالنسبة لنا ميلاد، حلم جديد، لأنه العرض كان قوي فلسطينيا وقوي وطنيا. النص كان مهم، كنا بدنا نقدم الرسالة في النص كوثيقة تحفظ ذاكرة الشعب الفلسطيني لفترة زمنية مثلا من 48 إلى ما بعد أوسلو.
وهذه الوثيقة تسجلت ومحفوظة الآن كمسرحية مونودراما بعنوان المصور. فكنت مرعوب كثير، وكان طلبتي قاعدين في الكراسي الأمامية، كان الشوة موجود في حوالي 1200 مشاهد، وعودة إلي بعد سنين. فبعد العرض الجمهور كله طلع على الخشب يبوس فيه وهنيني، وكانت آراء الصحافة كثير مهمة وكثير يعني أثنوا على العرض كتابة وتمثيلا وإخراجا، وعرضت العرض في كافة مناطق قطاع غزة، وإلى الآن أنا يعني إلى الآن مستعد أقدم العرض. إذا بدي أتحدث عن المسرح لابد أن أتحدث عن مونولوجات غزة اللي قدمتها من خلال مسرح عشتار، وهو يمكن العمل الأضخم من أضخم الأعمال في العالم اللي قدمت بعد حرب 2009 من خلال اختيارنا ل 32 طفل، 16 طفل و 16 صبية من غزة تعرضوا لصدمات نفسية خلال الحرب، رووا قصصهم، كتبنا هاي القصص وترجمت لكل اللغات الحية في العالم، وقدمت من خلال 35 مخرج في العالم قدموا نفس المونولوجات هذه على لسان أطفال غزة. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بشهر 11 قدمت فائدة الأمم المتحدة أمام قادة العالم. يعني أنا بعتقد من أهم الأشياء اللي حدثت في حياتي بعد دراستي للمسرح إني أنا امتهنت أيضا بجوار كوني كمخرج وكممثل مهنة التدريب في ظل غياب معهد عالي للفنون المسرحية بغزة. فمهم أنا بعتقد من أهم الأشياء اللي قمت فيها إني دربت العشرات إن لم يكن المئات من الممثلين في قطاع غزة، من الموهوبين، من الأطفال، من الشباب على فن التمثيل المسرحي. يعني بأتذكر في 2000 كانت بدايتي، أو قبل في أيام المسرح كانت بدايتي كمدرب في 97، بعد ذلك في نادي الشاطئ في سنة 2000 قدمت تدريب لمدة 6 شهور لممثلين لا زالوا عاملين على الساحة الفنية، ثم انتقلت إلى الشمال في نادي جباليا ودربت مجموعة من الممثلين أيضا لا زالوا يعملون في مجال الفن المسرحي. وطبعا من أهم المؤسسات التي عملت معها مسرح عشتار الذي دربت معه 12 عام، ولازلت أدرب ممثلين يحصلون على الدبلوم. وطبعا هناك تجربة مثيرة مع مؤسسة القطال للطفل في غزة، حيث قدمت معهم ما يقارب من 6 مسرحيات، أذكر منها إنه القطار والقنديل الصغير وسندريلا. على مدار 10 سنوات كنت أدرب الأطفال لكي ينشأوا نشأة مسرحية. وطبعا مؤسسة الثقافة والفكر الحر قدمت معها 2 مسرحيات وقمت بورشة تدريب بالجنوب. كنت حريص طوال الوقت على تدريب الممثلين، وكانت لي أيضا تجربة مهمة في مركز هولست، دربت 3 سنوات وحصل المتدربين على دبلوم، وجميع من دربتهم يعملون الآن في الساحة الفنية من رفح وحتى بيت حنون. أعتقد أنني حاولت أن أسد هذا الفراغ في غياب المعهد العالي للفنون المسرحية، ونرى نتيجة أعمالنا اليوم من خلال شيء بسيط. في الماضي في 90s كنا نعاني أشد المعاناة حينما نريد أن تشارك معنا فتاة في التمثيل. اليوم أصبحت الممثلات بالعشرات لا بل بالمئات يعملن ويرغبن في العمل في مجال التمثيل المسرحي، وأعتقد أن هذا نتيجة العمل المتراكم والمستمر لما حاربنا من أجله على مر العشرات السنين الماضية. المسرح والسينما والأغنية والقصيدة هي بداية الحلم من أجل نيل حريتنا. وأريد أن أختم بمقولة لشكسبير: أعطني مسرحا وخبزا وأعطيك شعبا حضاريا.